كما بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة. وقال رئيس مجلس النواب في برقيته إن ذكرى عيد الشرطة تمثل يوما تاريخيا مجيدا نتذكر فيه رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فدفعوا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن وحماية لترابه المقدس.